فندم، انا كنت في الشغل وكنت عارف ان النتيجه الوزير لما اعتمدها يوم الثلاث، انا كنت مطبق في الشغل يومين، فكنت في الشغل في الوقت ده، ولما عرفت ان الاوائل ظهرت انا اتوترت، وفجاه التليفون رن الساعه 11:30، لقيت اهلي بيقول لي مبروك انت جبت 83%، فانا ما صدقتش، فدخلت على الموقع كتبت لقيت نفسي جايب 83.5. فالحمد لله ربنا كرمني وقدرت ارفع راس اهلي، وكل بفضل ربنا اولا وثم دعم اهلي ووقوفهم جنبي واصحابي ومدرسيني، والحمد لله يعني ربنا قدرني وقدرت ارفع راسهم، وان شاء الله الجاي افضل. شغال مساعد شيف الشرقاوي الكبد والمخ في بني سويف، اشتغلت عشان اصرف على نفسي واشيل مسؤولية نفسي، بعدين بعد ثانوية عامة عارف الظروف وبتاع، فانا قلت انزل اشتغل ونشتغل، كنت بشتغل في اوقات برضه كده، والحمد لله انا ربنا قدرني وقدرت ان اشيل مسؤولية نفسي في اوقات ان انا حسيت ان انا مش محتاج حاجة من حد وكفاية على الاقل حد كده، والحمد لله يعني باذن الله ربنا يكرمني واقدر اخد الشرف ده ان ادخل كلية الحربية ان شاء الله، يعني ربنا يكرمني بيها. انا من صغري حابب ان اخد الشرف ده، ان احب انا اصلا حابب كلية الحربية وانا حابب كده، فهي هواية من زمان يعني. والله هو احساس ما يصفش، ان هو تلقائي كده ولا اراد، ان انا سجدت على الارض وشكرت ربنا والحمد لله ان ربنا قدرني ورفعت رسالي وربنا كرمني اخر كرم الحمد لله، انا في اي حاجه انا راضي، حتى لو كنت جبت مجموعه اقل فانا راضي، والحمد لله ان ربنا ما ضيعش تعب حد. انا برضه كنت بحسب درجاتي، بس كنت بقول ما كنتش بعشم نفسي بحاجه يعني، لا يطلع اقل او حاجه زي كده فازعل، بس انا ما كنتش عمري ازعل على قدر ربنا، والحمد لله ربنا وقف جنبي وكرمني بمجموعه يعني فوق تخيلاتي، والحمد لله على كل حال. اول ما روحت من شغل الفجر دخلت، اهلي كانوا مستنيني اصلا، فدخلت خدت والدي بالحضن وبص على ايده وبص على رجله، والحمد لله والدتي برضو كذلك الامر، بص على ايده وبص على رجله، ودي اقل حاجه انا اقدر اقدمها لهم اللي وقفوا جنبي وعملوا معايا طول السنه.